أهلا بكم مجددا إلى فقرات نافذتنا هذه الليلة. ليلة عيد الفطر المبارك يحتفل قرابة 5 ملايين مسلم في فرنسا بعيد الفطر، حاملين على عاتقهم مسؤولية تعريف المجتمع الفرنسي بصحيح دينهم وسماحته في ظل تحديات التعايش والاندماج التي تعاظمت مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا والتفجيرات الدامية التي ضربت باريس وعواصم أخرى بالقارة العجوز خلال الشهور الماضية. إذن أيضا يهل العيد على عشرات الآلاف من اللاجئين في أوروبا الذين يقضي بعضهم ظروفا صعبة داخل المخيمات بعدما فروا من اضطرابات بلادهم في منطقة الشرق الأوسط، وهم يأملون أن تحمل لهم أجواء العيد نسمات الرحمة وترسم البهجة من حولهم. كنا في بداية النافذة قد نقلنا لكم استعدادات أهالي غزة والمواطنين في غزة لاستقبال عيد الفطر المبارك مع زميلة غالية حمد، وكيف أنهم يقتنصون الفرحة من وسط هذه الأجواء. إليك محمد دحو وضيوفه في باريس عشية الفطر المبارك. إليك محمد. وفي حديقة مسجد باريس وبين هذا الورد الجميل وهذا الهواء الذي يأتينا جميلا يحمل إليكم تحايا العيد السعيد، كل عام وأنتم بخير. الذين عاشوا في بلاد الغرب يتذكرون العيد السعيد في بلادهم، يتذكرون هدايا العيد، يتذكرون حلوى العيد. كيف تحتفل الجالية الإسلامية في فرنسا بهذا الموسم، بهذه اللحظة التاريخية؟ نحاول في هذه الوقفة ومن خلال جولة كاميرا الجزيرة أن نتوقف مع ثلة من المهاجرين، نخبة عربية إسلامية جزائرية تعيش هنا، كيف عاشت العيد؟ أقدم لكم ضيوفي الكرام، معي الأستاذ سعدي بوزيان الإعلامي والكاتب، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالأستاذة الإعلامية مرزاقة نابت، مرحبا بك أستاذة مرزاقة. ودكتور صلاح قادري الكاتب والإعلامي والباحث، مرحبا بك أستاذ صلاح. دكتور سعدي بوزيان، أنت تعيش في فرنسا منذ 40 عاما، كيف تتذكر العيد الأول الذي قضيته هنا في باريس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شاءت لي ظروف أن أصوم وأن أفطر في عدة مدن فرنسية، سواء في مدينة ليون وفي مدينة غرنوبل وضواحي ستراسبور إلى غير ذلك. وكان حقيقة رمضان في تلك الوقت وفي تلك المرحلة التي صمت فيها كان لا يوجد هناك لا إذاعة ولا إعلام ولا شيء يتحدث عن الإسلام، ولا يملك المسلمون قاعات للصلاة، حتى مواقيت الإفطار والإمساك غير موجودة وغير متوفرة لدى المسلمين، فما بالك بلحم الحلال وغير ذلك، في حيث يعني حقيقة الجيل الأول عانى كثيرا في هذا الميدان. ومع ذلك والحمد لله كل محل شهر رمضان مع ذلك الجالية تتحرك وتعمل وتسعى. كيف كانت تباشير العيد في ذلك الزمن الذي لم تكن فيه الإذاعة ولم يكن فيه التلفزيون وكان ربما التواصل قليلا؟ والله كان التواصل قليلا، الناس يقوموا بزيارة العائلات بعضهم بعض ويزوروا بعض المقابر الناس الذين توفوا يتذكرونهم، ولكن مع الأسف الفرنسيون لم يهتموا بهذا الوضع وتركوا الجالية الإسلامية والجالية المغاربية بصفة خاصة تعيش في ظروف قاسية صعبة. ونحن لم نعرف يعني الانفراج في هذا الميدان إلا بعد نهاية السبعينات. نعم. فحينئذ ولله الحمد أصبح جامع باريس فاتحا أبوابه وأصبحنا نعيش العيد وكأننا في أوطاننا. والمسلمون يتوافدون من كل المدن الفرنسية وضواحي باريس، يتوافدون على مسجد باريس للغفران ولأداء الصلاة يعني تقديم الزكوات بتاعهم للهدية للمسجد باريس، وتحسنت الظروف والأمور إن شاء الله في تحسن مستمر. نعم. شكرا أستاذ سعد بوزيان على هذه التوطئة. المرأة تصنع فرح الحياة وتصنع الحياة، وهي التي تصنع الحلوى وتصنع أيضا العيد. أستاذ مرزاق نابت، كأم وكصحفية وكإعلامية، كيف تعيش المرأة المهاجرة المسلمة في أوروبا؟ كيف تصنع العيد وفرح العيد، هدية العيد، حلوى العيد؟ كيف تسعد الآخرين؟
فعلا محمد، كما قلت المرأة هي المعجزة، إذا تعمل المعجزات في ظل هذا حديث ذو شجون. فعلا ذكرني الأستاذ سعدي حينما حكى عن بداياته وكيف عاش رمضان والعيد. نفس الوضع عشته أنا، لم يكن بنفس بالأمر السهل، كانت صعبة قاسية جدا. أول مرة تشوف يعني تعيش رمضان في الغربة، كل الناس يأكلون، تخرج ترجع، ما في جو، ما في عائلة، ما في، كانت صعبة جدا. وبالرغم من هذا نحاول أن نخلق جو لأسرتنا، كنا نعمل كيف يقولوا الحلويات. يعني ما الذي تقوم به المرأة تحديدا في قبل العيد تحضيرا للعيد؟ تحضيرا للعيد تبدأ بتحضير الحلويات مثل البلدان، مثل الجزائر مثلا، تحضير الهدايا، تربية الأولاد على هذه التقاليد خاصة، لأنه بسرعة تنسى أكيد، لأنه الأولاد ولدوا هنا في فرنسا. تحدي كبير، التحدي أمامنا أننا نعطي ثقافتنا، ديننا، أخلاقنا، تربيتنا كما تربينا، نعطي يعني الإدوكاسيون تاعنا، ننقل تربيتنا وأفراحنا وكيفية أجواء العيد، الموسيقى، الفرح، تنظيف البيت، محاولة عزم الأصدقاء إذا كانوا موجودين، الجيران، شراء اللباس للأولاد، هذا بشكل. نعم. طبعا ستتذكرين ويتذكر الضيوف الكرام كثير. دكتور صلاح، يعني إذا عدت إلى ربما 30 أو 40 سنة مرت من عمرك، كانت بعض الدريهمات الكثيرة هي هدية العيد بالنسبة للأطفال. الآن الأبناء في أوروبا، الأطفال الذين يعيشون زمن التكنولوجيا، يعيشون مع الإنترنت، مع الجوال، كيف يستقبلون هذا العيد؟ نبدأ بالصغار ثم نعود إلى الكبار. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل إن لكل أمة عيد، وعيدنا اليوم. الإشكالية التي يعيشها بعض المسلمون هنا في فرنسا أنه ثقافة الحفلات وثقافة الأعياد هي ثقافة مترسخة في الثقافة الأوروبية عموما. هناك نهاية السنة، هناك عديد من الأعياد في السنة، فالعائلات تأخذ عطل في هذه الأيام، وتقوم أثناء هذه العطل تقوم بممارسة طقوس حقيقة من الفرح ومن البهجة. لكن للأسف ليست كل العائلات العربية، ليست كل العائلات المسلمة هنا في فرنسا تستطيع أن تمارس هذا النوع من الفن، وهذا فن الفرح. إن أمة لا فن الفرح بشكل كبير وكما يجب. لذلك أظن أن تحدي كبير، مثل ما قالت الأستاذة برزاقة، أنه هناك تحدي كبير جدا هو كيف نرسخ هذه الثقافة على أن ديننا ليس فقط دين هو دين الصيام، بمعنى أنه هناك نوع من المشقة، هناك نوع من التعب، ولكن هناك دين فرحة كذلك. والدليل على ذلك أنه يوم العيد. الوضع يختلف هنا، ولذلك يجب أن نرسخ ثقافة الهدايا، ثقافة الفرح، حتى لأن ترسيخ ثقافة الفرح والهدايا بمناسبة يوم العيد هو ترسيخ للهوية العربية والإسلامية. حينما يذهب الطفل إلى المدرسة ويتكلم معه الآخر على حفل نهاية، على عيد نهاية السنة الميلادية وكذا وكذا، سيقول له الطفل العربي المسلم في المقابل: نحن كذلك لدينا عيدان في السنة، لكل عيد لدينا أفراح، لدينا سهرات، لدينا يعني عزم لأصدقاء كما قالت سيدة إلى البيت، هناك حلويات، هناك هدايا، هناك تبريكات بيننا. هذه الثقافة أظن أنه تحدي كبير جدا يجب على المسلمين أن يعيشوه، والحمد لله. نعم. الوعي يزيد، هناك انتقال لهذه الثقافة والتقاليد من جيل إلى جيل. نعم. دكتور، بطبيعة الحال هذه التوطئة أيضا جميلة ومهمة. إذا كان العيد بهذا المعنى فرح المسلمين، تقابله أعياد أوروبية، كيف ننقل كما قالت مرزاقة صفة العيد بمدلولاتها، بحمولتها الدينية والثقافية وأيضا الإنسانية، صلة الرحم؟ كيف نعمق هذا المفهوم في الأجيال الصاعدة وهم يعيشون الكثير من الضغط، الكثير من السلب، الكثير من القضايا التي يعانونها؟ بطبيعة الحال الشباب الذين ولدوا في هذه الدار حقيقة يعانون صعوبة كثيرة في هذا الميدان، وخاصة وأن الأباء، معظم الأباء في بلادنا يعني أميين وجهال، لا يستطيعون تبليغ الرسالة كما ينبغي. ومع كل هذا أنا متفائل جدا لمستقبل المسلمين في هذه الديار، وقد رأينا وأن في السنوات الأخيرة أخذت الجالية الإسلامية تستعيد وعيها وتهتم بأمور أو بهويتها،
وكما ترون في مسجد باريس وفي المساجد الأخرى كلها عامرة بالأولاد، يدرسون ويتعلمون اللغة العربية ويحضرون المناسبات الدينية. وأنا دائما أحث الأباء، قل ائتوا بأبنائكم إلى المسجد باريس وإلى المساجد الأخرى حتى لا ينسوا وحتى لا يندمجوا نهائيا في المجتمع الفرنسي وينسون أصولهم وهويتهم وثقافتهم. وهناك جهود الحقيقة تبذل في هذا الميدان، والنتائج سوف تكون إن شاء الله في صالح الإسلام والمسلمين. نعم، صلة الرحم، ثقافة التزاور، كيف كانت في بلدانكم التي جئت منها وكيف هي الآن؟ هل تتزاور الجالية؟ كيف يمكن أن نحول هذا التجميع إلى طاقة معبرة عن إنية وكينونة المسلم المهاجر وهذا الدين إزاء الكثير من التحديات التي تطرح الآن في أوروبا وفي فرنسا تحديدا؟ صحيح، هذه مهمة صعبة، يعني تتطلب الكثير من المجهودات، لكن نواصل لأنه حتما خاصة لما يكونوا أولاد يجب أن يعيشوا جو العيد، جو الحنان، جو، فنحاول أن نعزم جيراننا، بعض الأصدقاء، صباح القرآن، صباح العيد نضع صلاة العيد مباشرة على التلفزيون، نحكم على العائلة، نتقابلوا كما يقولون، نسلموا كما يقولوا في الجزائر، نعودهم على هذه العادات. فهم مساكين ولدوا في دولة، في عالم آخر، ثقافة أخرى، يذهبون إلى المدرسة فهم يجدون ثقافة أخرى، فكر آخر، يرجعون إلى البيت نحاول يجدون فكر آخر. فالإشكالية أنك تجد الوسط وتحاول أن توصل لهم ثقافتنا، يعني يتطلب مجهود كبير يعني. نعم دكتور صالح، أيضا من معاني العيد هو أن نتعاطى مع الفقراء ومع المساكين، وأن نتشارك جميعا، أن نتصدق، أن نعانقهم، أن نسلم عليهم، أن نكون جميعا عنصرا واحدا. كيف تقدم لنا صورة التزاور، التراحم، مساعدة الفقراء، محاولة الفرح معهم في هذا العيد هنا في أوروبا؟ قد تكون القيمة الاجتماعية والقيمة الأخلاقية المضافة التي يستطيع المسلمون أن يأتوا بها إلى هذا البلد الذي هو الغرب. الغرب ارتبطت أفراحه وأعياده بثقافة الاستهلاك، أنه أصبحت ثقافة استهلاك عالية جدا. يجب على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، على أن الصيام أولا هو قضية كيف تعدل مزاجك في التعامل مع ثقافة الاستهلاك. الصيام هو الامتناع عن الاستهلاك. فالمسلمون يجب أن يكونوا مثاليين في ذلك، وأن يؤدوا في هذه المجتمعات الأوروبية التي تضربها ثقافة الاستهلاك في بطريقة جذرية. الأمر الثاني، الأعياد هنا هي أعياد استهلاكية، يجب على المسلمين أن يؤكدوا على معنى أن الأعياد هي ذكرى للتضامن مع الفقراء وغير الفقراء. أعطيكم مثال بسيط على ذلك. إحنا تقريبا المسلمون في فرنسا يصلون في بعض الإحصائيات إلى تقريبا 10 ملايين حتى في إحصائية غير رسمية تتكلم عن 10 ملايين، لو في فرنسا 10 ملايين. نعم، لو تذكر 10 ملايين مع عيد مع زكاة الفطر فقط 5 يورو، نحن قادرون هنا في فرنسا على جمع تقريبا 50 مليون يورو عن طريق المؤسسات الخيرية المعتمدة من طرف الدولة الفرنسية. ومن تخيل مبلغ 50 مليون يورو يستطيع أن يقضي على مجاعات، يستطيع أن يقضي على مجاعات أو على مآسي كثيرة لشعوب في آسيا أو في إفريقيا. أن تتحول ثقافة العيد عند المسلمين هنا إلى أمرين اثنين، هو قضية تقديم نموذج للمجتمعات الأوروبية في ثقافة الاستهلاك أولا، والأمر الثاني على أن تربط الأعياد مثل عيد حفل نهاية السنة، الأعياد نهاية السنة الميلادية ليست بالاستهلاك وهي عيد للمجمعات التجارية وكذا، بل هو عيد للفقراء والمعوزين والمساكين. نعم. هذين الفكرتين وهذين الإضافتين الأخلاقيتين يظن المسلمون قادرون على فعلها في هذه المجتمعات. فعلا المسلمون قادرون على أن يفعلوا ذلك في هذه المجتمعات، وعندما يأتي العيد يتذكر أيضا هؤلاء المسلمون سواء هنا أو هنالك في بلداننا الإسلامية جراحات كثيرة، عذابات كثيرة، وضعوا الفلسطينيين، وضعنا في العراق، وضعنا في سوريا، هؤلاء المعذبون في الأرض. كيف يتذكر مسلم أوروبا هذه العذابات في العالم الإسلامي؟ ماذا نقول لهم؟ كيف نشاركهم؟ كيف نصنع من حزنهم فرحا؟ والله في الحقيقة شيء ما نشاهده اليوم خاصة هنا في فرنسا من إخواننا السوريين الزاحفين بأفواج وأفواج، وهم يترامون في أنفاق المترو وفي الساحات العامة
وهم يستجدون، يعني نرى هذا وضع مؤلم جدا. ولكن مع الأسف الشديد مسلمي الغرب لم يتنظموا بعد، وكما ترون لحد الآن نحن لم نحصل منذ سنوات، والإخوان هنا يطالبوا الفرنسيين باش يمنحوا المسلمين يعني على الأقل عطلتين في السنة. الآن لم نحصل حتى على عطلة واحدة في السنة، يعني حتى في الأعياد، حتى في الأعياد الكبرى لم نحصل على هذا، نعم، على هذه الرخصة. وهذا الحقيقة رسالة متاع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وكثيرا ما تحدث عن هذا الموضوع ولكنه مجرد كلام. ومع الأسف المسيحيين لهم أعيادهم ويأخذون عطل فيها ويستطيعون القيام بعمل كثير، لكن نحن المسلمين أولا كما تعلمون المسلمون هنا جالية الإسلامية جالية فقيرة لا تملك يعني أموال ضخمة، وإنما فيه شوية تضامن، لولا التضامن لم استطاعوا أن يفعلوا شيء. البلدان الإسلامية تخلت عن جاليتها مع الأسف الشديد، لا تهتم بها إلا قليلا. والموضوع كما قلت مع الأسف الشديد، نعم، ما أراه أهنا في فرنسا خاصة بالنسبة لإخواننا السوريين والعراقيين شيء مؤلم. نعم. ونتمنى أن يعني المسلمين يتذكرون ويعملون من أجل هؤلاء. يبدو أن الدكتور صلاح يريد أن يقول شيئا في مسألة العطلة. أذكر فقط أن الأمريكيين أو المسلمين الأمريكيين، الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لهم في بعض الولايات هذه العطل المجانية. ما هي الإضافة دكتور صلاح؟ نعم، فقط في قانون هنا في فرنسا، فقط أنه كثير من المسلمين لا يعرفون هذا القانون. القانون يملح بالنسبة لأي موظف، بالنسبة لأي موظف عربي يتبع ديانة معينة، الديانة الرسمية أو العيد الرسمي المعترف به، يحق للمسلم الموظف في هذه الشركة أن 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 يطلب عطلة لهذين اليومين لمدة 48 ساعة. يعني العيد المبارك دكتور صلاح الآن في هذه اللحظة، هل قدمت أنت مثلا طلب العيد؟ نعم، أنا في المؤسسة التي أشتغل فيها أنا غدا ليس عندي شغل. عندك الحق في 48 ساعة أنك تقدم هذا، وإذا طلب منك صاحب العمل يعني المرسوم القانوني الموجود، المرسوم القانوني موجود، ولكن كثير من المسلمين لا يعلمون هذا. هو ليست عطلة رسمية مسبقة، ولكن الحق لصاحب الذي لأتباع أي ديانة، أي ديانة استعمال هذا الحق. مثلا في بالنسبة للمسلمين عندهم عيدان، العيد الأضحى وعيد الفطر، هذان العيدان فقط. النقطة الثانية بالنسبة للسؤال الذي سألته على قضية الإحساس بقضايا العرب والمسلمين والشعوب التي تعيش، أظن أن لدينا نحن المسلمون هنا في فرنسا مسؤولية. أولا أن الدولة الفرنسية، أن كثير ممن يعيشون هنا من بين 6 ملايين، أظن أنه في هناك قرابة 4 ملايين يحملون الجنسية الفرنسية، بل هم مواطنون وأبناء فرنسا، فأن يمارسوا حقهم الممارسة السياسية، أن يطالبوا كمواطنين بأن الدولة الفرنسية تتخذ مواقف إيجابية اتجاه هذه القضايا الإنسانية التي يعاني منها العرب والمسلمون. لو استطاع المسلمون أن يتنظموا سياسيا وأن يطالبوا بأن تتحرك هذه الدولة وأن تتخذ مواقف إيجابية. نتذكر نحن فرنسا هي تملك حق الفيتو في الأمم المتحدة، ونعرف أن حق الفيتو ليس هو قوة سياسية كبرى، ونعرف أن المصالح الكبرى أيضا أحيانا تتجاوز الفيتو. نعم. مرزاق تفضلي. مرزاق، أنت متضامنة مع الفلسطينيين منذ سنوات وهذه قضية المسلمين وكل قضية. من هذا المنبر وفي هذه اللحظة الجميلة من العيد السعيد، كيف يمكن أن نشارك الآخرين فرحته؟ ما هو المطلوب منكم أنتم كجاليات؟ ما هو دوركم أيضا؟ فعلا أمام ما نراه هذه المشاهد القاتلة نعاني، نحاول أن نهرب من الصور التي تحملها لنا في بعض الأحيان والتي تتغاضى عنها في أحيان أخرى الإعلام والقنوات الفرنسية. ومثلا من سنتين عملنا مظاهرات مسيرات في باريس من شان فلسطينيين، كانت مسيرة قوية جدا، مشينا حتى وكانت شرطة وتغطية إعلامية، وأنا وبناتي درنا مسيرات نحاول نمد مساعدات مادية كي نقدروا على حسب قدر الاستطاعة، نحاول نوصل القضايا، نشرح القضايا العربية للفرنسيين الذين نشتغل معهم نعرفهم، لأنه هناك جهل
هناك نظرة أحادية للقضايا العربية مثلا الفلسطينية، القضايا السورية في الجزائر، ما جرى في الجزائر. ففعلا هناك في كثير من الأحيان إيشانج، يعني تبادل أفكار وآراء، وكثير من الفرنسيين لا يعرفون أشياء كثيرة يعني عن العالم العربي. وأظن النقطة التي الوحدة ما فيش وحدة مهاجرين. طبعا أنا يعني أردت أن أقول أيضا كيف يمكن أن نواسي إخواننا، أنتم الجالية الإسلامية الموجودة في أوروبا، كيف نواسيهم في العيد؟ أستاذ سعدي بوزيان، هناك يعني أديان أخرى وهناك من يحتفل بعيده، كيف يشارك الأوروبيون؟ كيف يقدمون هذا العيد؟ كيف ينظر لك الأوروبي في الشارع وأنت تأتي إلى الصلاة وأنت تحتفل بالعيد؟ كيف تجد هذه النظرة؟ والله أنا بالحقيقة أرى وأن الفرنسيين يجهلون تماماً ما يقوم به المسلمون، يعني معظم الفرنسيين يجهلون الإسلام، وخاصة في السنوات الأخيرة، وأن الفرنسيين فقدوا عدة شخصيات كانت تعرف الإسلام وتتحدث عن الإسلام بعلمية وبموضوعية. الآن ظهرت مجموعة من الصحفيين يهرفون بما لا يعرفون ويشيعون الأكاذيب وسب الإسلام وشتم الإسلام من غير علم. أنا أريد أن أركز على صورة العيد حتى لا ندخل يعني هذه ليلة فرح، نريد أن نبقى في معنى العيد، يعني كيف يقدم الفرنسيون العيد، كيف يكتب عنه على الأقل في القضايا الاجتماعية، كيف يتحدث الفرنسيون البسطاء؟ والله الصحافة الفرنسية نقرأها يعني في العيد، يعني تخصص سطور قليلة على العيد وسطور قليلة جدا على رمضان، فهم لا يهتمون بهذا الموضوع كثيرا. وهذا زي ما تحدثته سابقا، نحن المسلمون نفقد الإعلام، لا نملك إعلام يتحدث عن هذا الموضوع، فالإعلام الفرنسي غير منشغل بهذه الأمور ولا يهتم بها كثيرا ويعطيها هامش. أي جريدة صحافة فرنسية تفتحها تتكلم لك على رمضان في سطرين أو في العيد الكبير أو الصغير، يعني لا يوجد اهتمام كثير من الفرنسيين. ربما أنا شفت في ألمانيا الاهتمام بأكثر بكثير، وشفت في هولندا الاهتمام بالجالية الإسلامية أكثر بكثير من الفرنسيين. دكتور قادري، نعود إلى الحنين، إلى الأرض الأولى وإلى الصورة. الشيء اللي تكلمتوا فيه البركات بقية الإخوان، اصبر معنا قليلا بس 10 دقائق. يروح علي الحال والله، ماذا بي تخليوني تسرحوني لأن ما عنديش النقل ونبقى هنا مشكل. كملوا أنتم على كل حال، احنا الشيء اللي تكلمناه إن شاء الله يكون فيه خير. شكرا لك أستاذ سعدي بوزيان. طبعا أستاذ سعدي بوزيان يعتذر عن هذا لأنه ربما له ارتباطات. دكتور صلاح، إذا سألتك في العودة إلى العيد في البلاد، فيما تتذكر كيف يحضر العيد الأول للصورة الأولى، العادات والتقاليد الأسرة، وكيف يحضر أيضا في دواخلكم، كيف تحيونه أيضا؟ أول شيء هو يظهر على أن هناك البعد العائلي وهناك بعد التظاهر والبعد، وأظن أن هذا الشيء بدأ حتى المجتمعات العربية بدأ ينقص هذه الصلة، ثقافة صلة الرحم. فالأعياد كأنها ذكرى للعرب والمسلمين على أنهم العرب والمسلمين على أنها يجب أن تكون ثقافة صلة الرحم والتزاور والتراحم والتآلف والتعارف، هي أن تجب أن تكون شيء معمق في نفس الإنسان، خصوصا في المجتمعات التي نعيشها مجتمعات غربية، أن هناك نوع من الأنانية الاجتماعية. فأنا أظن من الواجبات المسلمين أن يتذكروا هذه الفكرة. أنا ما أحتفظ به من ذكريات الطفولة هو هذا الشيء الجميل، هو ثقافة الالتقاء مع الوالدين ومع الأجداد ومع الأقارب واللعب مع الأطفال والفرح بالهدايا وكذلك والتزاور. وهذه يعني هذه صورة جميلة. أرجو أن نستمع إلى الأستاذ مرزاقة. اليوم العيد هو التسامح والتغافر، كيف يعيش تعيش الجالية الإسلامية التسامح والتغافر وتنسى ربما خلافاتها وتعيش هذه اللحظة الجميلة من السعادة؟ صحيح، هو العيد من المفروض يحمل كل هذه الرمزية من التسامح، من الحب، من لقاء الآخر، الذهاب إليه. لكن للأسف الشديد مع الأزمة الحالية في العالم حتى فرنسا تعيشها، فنجد كما قال الأخ ثقافة الأنانية، ثقافة كل واحد وحده. يعني في الغرب سيطرت على العلاقات الاجتماعية،
نحن نقاوم، نحاول من جهتنا نقاوم ضد هذه العقلية وضد هذه التربية، ولكنها بصعوبة. أظن أن مشاكل الحياة، أظن أن الوقت يقاطعنا، يعني هذه ليلة التعايد والمعايدة، ماذا تقدمان لأسرتكما، للجالية الإسلامية، للمسلمين، لمشاهدي الجزيرة مباشر؟ أولا نقول لكل من يستمع إلينا من مشاهدي الجزيرة مباشر، نقول لهم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن يعود العيد في العام القادم بالأمان والأمن والرخاء لهذه الأمة، لأن الأمة تعاني في كل مكان، ولكن يجب أن يكون العيد كذلك ذكرى للفرح، ذكرى للأمل، ذكرى كذلك لأنه للتعاطف، للتآلف، للتواسي، للتآسي، وكذلك ذكرى خصوصا للفرح والأمل. نتمنى عيدا مباركا للجميع، وشكرا على الاستضافة أستاذ محمد. في البداية أقول لك محمد كل عام وأنت بخير، سعدت جدا بلقائك وهذا اللقاء في جزيرة مباشر. أتقدم إلى كل عائلتي وإلى كل المسلمين في جميع أنحاء العالم بتحياتي وبكل المحبة، أتمنى لهم السعادة، الأمل، أن يحل السلام في كل الدول العربية يا رب. شكرا جزيلا لك دكتور صلاح قادري على حضورك، شكرا للأستاذة مرزاق نبس، وعيد مبارك سعيد. مشاهدينا الكرام، من هذه اللحظة الجميلة في فناء مسجد باريس وفي هذه الحديقة، يسعدني أيضا أنا أن أقول لكم جميعا آباء وأمهات وبنات وأولاد والأمة العربية الإسلامية جمعاء، مزيدا من الخير، حفظ الله أمتنا وأعاد هذا العيد السعيد عليكم جميعا أينما كنتم بالخير والرفه، وكل عام وأنتم بخير. شكرا.